إلى مراسلنا سلامة سرهيد. سلامة، مرحبا بك. التظاهرات في ذي قار من جديد في أكثر من مكان، لربما لو تضعنا في صورة ما يجري في محافظة ذي قار. نعم، تحية طيبة لك ولجميع مشاهدي القناة أيوة. الصغيرة الفضائية. شهد صباح هذا اليوم محافظة ذي قار عودة التظاهرات في أماكن متنوعة وعديدة داخل المحافظة. صباح هذا اليوم أقدم عدد من المواطنين العاطلين عن العمل الكثبة التظاهر أمام ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيينات، كما تفضلتم قبل قليل بقطع طريق الناصرية الشطرة صباح هذا اليوم من قبل الأهالي هناك نتيجة لشح المياه التي تتعرض لها هذه المناطق، بالإضافة إلى تردي واقع الكهرباء في مناطقهم حيث يعانون مشاكل عديدة طبعا، وبالإضافة إلى إغلاق شركة نفط ذي قار من قبل الخريجين، بينما أغلق المواطنون من سكنة مناطق الغراف والرفاعي والنصر طبعا أغلقوا حقل الغراف النفطي الخاص طبعا بإنتاج النفط في محافظة ذي قار، والذي تتواجد فيه شركات أجنبية متعددة، والذي يعتبر هو المصدر الوحيد لإنتاج النفط في محافظة ذي قار. هنالك طبعا حدث تصادم ما بين القوات الأمنية والمتظاهرين الذين حاولوا الدخول إلى الحقل أو إغلاق الحقل، وتم تفريقهم من قبل قوات مكافحة الشغب والسيطرة على الوضع، عدم وصولهم حيث منعتهم القوات الأمنية من الوصول إلى باحة الحقل. لذلك تواجد يعني هنالك شركات أجنبية وعمال أجانب داخل حقل الغراف النفطي. أيضا في داخل مدينة الناصرية المواطنون والأهالي القريبين من طبعا محطة قطار الناصرية والساكنين بالقرب منها قاموا بإغلاق محطة القطار هذا اليوم للمطالبة أيضا بتوفير فرص العمل لأبنائهم طبعا الذين لم يحصلوا على فرص عمل، وبالتالي يعني أرادوا الدخول إلى محطة القطار، ولكن القوات الأمنية منعتهم وسبقتهم أيضا وعادت افتتاح الدائرة من جديد بالنسبة لدائرة محطة القطار في مدينة الناصرية. يعني التظاهرات هي كثيرة صراحة وفي أماكن متعددة ولم تنتهي، وأيضا يعني هنالك تظاهرات أخرى الآن يعني يقوم المواطنون في محافظة ذي قار من الخريجين وغيرهم طبعا بالإعلان عن تظاهرات أخرى يوم الغد وبعده. هذا هو مسلسل التظاهرات في محافظة ذي قار صراحة لم ينتهي، ذلك الوجود يعني آلاف الشباب من الخريجين العاطلين عن العمل الذين لم يحصلوا على فرص عمل خلال السنوات الماضية، حيث عانت المحافظة من الإهمال الكبير، وبالتالي اليوم الحكومة المحلية تتحمل مسؤولية جدا كبيرة طبعا أمام المتظاهرين وأمام الخريجين الذين يطالبون باستمرار. أيضا متظاهرين من الخريجين طبعا أمهلوا الحكومة المحلية، ولربما ستكون هنالك خطوات تصعيدية في قادم الأيام للضغط على الحكومة المحلية والضغط على الحكومة المركزية من أجل طبعا توفير فرص العمل لهم. طبعا بوقت متأخر من ظهر هذا اليوم أعلن محافظ ذي قار عن إطلاق الاستمارة الإلكترونية الخاصة بألف درجة وظيفية العقود ضمن قانون الأمن الطارئ الذي أقره مجلس النواب سابقا. هذه الألف درجة وظيفية طبعا هناك عدد كبير من الخريجين رفضوا هذه الألف، لربما لأنها عدد قليل بالنسبة لأعدادهم الكبيرة، وأنهم يحتاجون إلى أضعاف مضاعفة من أجل سد حاجة المحافظة من الشباب العاطلين عن العمل وكذلك الخريجين. نعم. طيب، يعني إذا التصعيد قد يلوح ربما في أفق محافظة ذي قار، أي شكل من الأشكال يمكن أن ينتهج هذه المرة متظاهرو المحافظة؟ هل سيتكرر مشهد الدخول ربما إلى المنشآت الحيوية؟ أشرت قبل قليل إلى محاولة الدخول إلى حقل الغراف، إلى السكك، ربما محطة القطار في محافظة ذي قار. هل الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد؟ يعني من خلال الدعوات التي وجهها المتظاهرون والخريجون هذا اليوم، ومن خلال لقائهم بالحكومة المحلية وتظاهراتهم الحالية، هم يلوحون بالتصعيد. التصعيد طبعا الذي يقصدون به هو إغلاق الدوائر الحكومية والجهات الحكومية الرسمية في المحافظة، كما حدث في وقت سابق طبعا في محافظة ذي قار، حيث تم إغلاق الدوائر الحكومية الكافة والمؤسسات الحكومية الكافة. أيضا هنالك خطوات تصعيدية هي إغلاق الطرق الخارجية وإغلاق الجسور الرئيسية داخل المدينة، وخلق يعني ازدحامات شديدة، ولربما هو تعطل شبه تام للمحافظة. وهذا الموضوع وهذا الأمر اعتادت عليه محافظة ذي قار نتيجة
لكثرة التظاهرات وأعداد التظاهرات الكبيرة والمتعددة. هنا التظاهرات في مدينة الناصرية لم تختصر على مكان معين واحد، ولربما نشاهد في أماكن متعددة هنا وهناك في شمال المحافظة، في جنوبها، في غربها، في أماكن متعددة صراحة تظاهرات منتشرة، والقطاعات الأمنية منتشرة لتوفير الحماية للدوائر الحكومية. الخطوات المقبلة ستشهد يعني بحسب المتظاهرون أنهم سيلجؤون إلى أغلاق الدوائر الحكومية، سيلجؤون إلى أغلاق الطرقات، أغلاق الجسور وسط المدينة، أغلاق أيضا المنشآت الحيوية. اليوم أغلاق شركة نفط ديقار وحقل الغراف النفطي هي من المنشآت الرئيسية والمهمة في محافظة ديقار، اليوم تم إغلاقها، ولربما يستمر إذا ما تتوصل الحكومة والجهات المعنية إلى حلول مع المتظاهرين خلال هذه الفترة. ربما حاول المحافظ امتصاص غضب المحتجين من خلال خطوة إعلان الألف درجة وظيفية، والتي كما أشرت قبل قليل أنها رفضت ربما من قبل المحتجين. ماذا بشأن التطمينات بالنسبة لمتظاهري المطالب الأخرى، شح المياه، تحسين الخدمات أيضا؟ يعني نعرج على موضوع الألف درجة وظيفية، عدد كبير من الخريجين ورابط الخريجين والكسبة هم رفضوا من الألف درجة وظيفية، لربما يحسون يعني أنهم سيقبلون من خلال التقديم الإلكتروني، لأن هنالك تعليمات نزلت وصدرت من وزارة المالية تحتصل على أعلى درجات، وطبعا هي التعيينات محصورة ما بين البكالوريوس والدبلوم، وبالتالي هنالك أعداد كبيرة سوف لم يشملهم التعيين. لكن محافظة ديقار بالفترة الحالية تمر بشحة مائية جدا كبيرة وجفاف تشهدها المحافظة، أغلب المناطق الزراعية اليوم تعاني من الجفاف، مناطق الأهوار أيضا تعاني من الجفاف، تسجيل هجرة جماعية للأهالي داخل مدينة الناصرية وبأطراف مدينة الناصرية طبعا بسبب شح المياه. هؤلاء الأهالي يعيشون على المياه بشكل أساسي، لأنهم يعيشون على المناطق الزراعية، يعيشون على تربية الحيوانات وعلى تربية الأسماك. اليوم الكثير من الحيوانات والأسماك تعرضت إلى الهلاك نتيجة شح المياه. مطالب كثيرة وتظاهرات كثيرة بصدد هذا الموضوع بما يخص شح المياه الذي طبعا يصل محافظة ديقار هذه الأيام، وهنالك حتى مشاكل حصلت داخل مدن مدينة الناصرية ما بين العشائر بسبب انه المياه الواصلة اليهم قليلة، وبالتالي يحصل تجاوز ما بين طبعا المناطق العشائرية من هنا وهناك على حصص المياه، وبالتالي اليوم هنالك مشكلة وتفاقم بالأزمة داخل محافظة ديقار بما يخص شح المياه الذي ضرب المحافظة مؤخرا. من ديقار كنت معي مراسلنا سلامة سرهيد، شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات.